من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمور منها. أخا فايمر صلى الله عليه وسلم وإترى بحنا شتبو تارغدو اجتماع الأمة لابد أن نجتمع ولا نفترق. تارغ ويتحجم مع تخلر ويبوصل ناغ تحجم مع تخلر دبيق تلوش. لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم. ويغوش ارتيت ديز بوغ وهينز بوصل ناغ فايمر تم صحاب شغوش ارمكيت ترتحن. نكون أمة واحدة. تح أمة ويسير يولش. نعبد رب واحد. تحن دي الله عمو عبادة دي دولش. نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام. تحن فايمر انت عويد احدو يردولش. قبلة واحدة. تح قبلة تيوي. شريعة واحدة. فلا بد أن نجتمع لا نفترق. تحت وين تحدث غوشة تحن لا تفترق ديقة تلوش.